بدأنا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. البروتوكول اللي بعديه DHCP. بدأنا Dynamic Host Configuration بروتوكول، وده بروتوكول شغال UDP على بورد 67 و68. تمام. طيب قبل ما اقول بقى البروتوكول ده بيعمل ايه، حد كده يقول لي في كام طريقه كاسف كمبيوتر بياخد بيها اي بي؟ يا اوتوماتيك يا اما دايناميك، صح؟ يا اوتوماتيك يا اما ايه؟ دايناميك. تمام. في اربع طرق جهاز الكمبيوتر بياخد بيها اي بي. الطريقه الاولانيه مانيوال، الطريقه الثانيه دي اتش سي بي، الطريقه الثالثه الترنت، الطريقه الرابعه ابيبا اوتوماتيك برايفت اي بي ادرس. نمسك بقى واحده واحده. مانيوال يعني ايه؟ مانيوال يعني انا اللي هحط الاي بي بايدي. مانيوال يعني ايه؟ انا اللي هحط الاي بي بايدي. لو انا دلوقتي عايزه اغير الاي بي بتاع الجهاز بتاعي بعمل ايه؟ بكليك يمين على كارت الشبكه اللي جنب الساعه ده، كليك يمين واقول له اوبن نتورك اند انترنت سيتنجز. تمام. طبعا عشان الويندوز بتاعي اتعمل له ابديت، يعني ويندوز 10 لما اتعمل له ابديت بدل اوبن نتورك اند شيرنج سنتر بقت اوبن نتورك اند انترنت سيتنجز. تمام. لو ضغطت عليها، لو عايزه اشوف لسته بكل كروت الشبكه اللي عندي، تشينج ادابتر اوبشنز، دي كده لسته بكل كروت الشبكه اللي عندي. تمام. مثلا عندي كارت اللي هو الواي فاي ده، لو عايزه اغير له الاي بي بتاعه واحط اي بي بطريقه ستاتيك، كليك يمين عليه بروبرتيز، واجي بعد كده على تي سي بي اوفر اي بي فيرجن بروبرتيز، واقول له يوز ذا فولوينج اي بي ادرس، واحط هنا الاي بي بايدي، احط الاي بي ايه بايدي. تمام. دي الطريقه اللي هي المانيوال. الطريقه دي مناسبه مثلا لو انا بشتغل في بيئه مثلا صغنطوطه 10 اجهزه 15 جهاز، ما يكونش اكتر من كده. تمام. لكن لو انا بتكلم دلوقتي عن انتربرايز ضخمه فيها 1000 جهاز 2000 جهاز، اعتقد يعني صعب عليا انا كادمنستريتور ان انا الف على الاجهزه كاس جهاز احط اي بي بايدي. حتى لو انا اكتف بالمنظر ده، هاجي عند لحظه معينه مش هقدر، بمعنى ممكن يحصل مانيوال ايرور ان ممكن اتلخبط واجي على جهازين كمبيوتر اديلهم نفس الاي بي، ولو انا جيت على جهازين اديتهم نفس الاي بي هيحصل كونفليكت. الجهاز الاولاني زي ما اتفقنا هيطلع انترنت عادي، الجهاز الثاني هيحصل عليه كونفليكت مش هيطلع انترنت او مش هيطلع حتى شبكه، صح؟ علشان كده فكروا ان هم يعملوا سيرفر اسمه دي اتش سي بي سيرفر. ايه فكره دي اتش سي بي؟ ان بيبقى عندي جهاز كمبيوتر عليه اوبريتنج سيستم سيرفر، ويندوز سيرفر، لينكس، لارس، اي اوبريتنج سيستم ينفع كسيرفر. تمام. وببدا ان انا احوله لدي اتش سي بي سيرفر عن طريق ان انا بعمل عليه بول من الاي بي هات. بول من الاي بي هات يعني كتخيل كده سلطانيه فيها شويه اي بي هات. تمام. ايه يوزع منه بالظبط. فالبي سي بتاعي اول لما هيقوم هيعمل برودكاست في الشبكه. احنا قلنا برودكاست يعني ايه؟ داتا بتوصل لكل الاجهزه. يا جماعه بليز مين فيكم يديني اي بي؟ المسج دي بتتبعت برودكاست اسمها دي اتش سي بي ديسكفر. دي اتش سي بي ايه؟ ديسكفر. تمام. كلهم هيسكتوا، مين الوحيد اللي هيرد؟ الدي اتش سي بي سيرفر هيروح ردد عليا بدي اتش سي بي اوفر. هيرد عليه بايه؟ اوفر. ايه الاوفر ده؟ يعني ياخد اي بي من البول دي ويديها لي. ايه رايك؟ موافقه ولا مش موافقه؟ لو جهاز الكمبيوتر موافق على العرض ده هيبعت للدي اتش سي بي سيرفر دي اتش سي بي ريكويست. دي اتش سي بي ايه؟ ريكويست. ساعتها الدي اتش سي بي سيرفر هياخد الاي بي يشيله خالص من البول يديه للبي سي في مسج اسمها دي اتش سي بي اكنولج. مسج اسمها ايه يا شباب؟ دي اتش سي بي اكنولج. تمام. الاربع رسائل دول كده كلهم بيتموا برودكاست، كلهم بيتموا برودكاست. كان في ناس تقول لي لا المفروض تتبعت اول واحده بس لبرودكاست، لكن بعد كده يونيكاست. هو حتى هذه اللحظه البي سي ما معوش اي بي، البي سي بيبدا ان هو ياخد الاي بي امتى؟ لما يتبعت له اكنولج. فطالما ما معوش اي بي كيونيكاست مش او ما معوش اي بي يعني عليه، مش هقدر ان انا اتعامل معاه كيونيكاست. وللدقه الكلام ده اصلا هنعمله قدام ان شاء الله، وهنستخدم برامج كابتشر للترافيك
عشان القط الداتا ونشوف شكلها عامل ازاي. لما انا بعمل الكلام ده على مايكروسوفت مثلا، يعني عندي كذا كمبيوتر، ده دي اتش بي سيرفر، ده عملته على ويندوز سيرفر، بشوف الاربع رسائل فعلا برودكاست. عندي اس ال موديل بشوفهم مثلا على حسب الموديل، تمام، في بعضها بشوفها برودكاست، تمام. احنا هنعمل الكلام ده باذن الله برضو على راوتر سيسكو، اصل الدي اتش بي سيرفر مش شرط ان هو يبقى ويندوز سيرفر ولا لينكس ولا سولارس، مش شرط يبقى كاس كمبيوتر اصلا، ممكن يبقى راوتر، ممكن يبقى فاير وول. الفاير وول دلوقتي ممكن اشغل عليها دي اتش بي، تمام. ممكن يبقى ايه تاني؟ راوتر دي اس ال مودم اللي عندنا في البيت. هو حد فينا اصلا في البيت بيحط اي بي بايده؟ كلنا بناخد اي بي منين؟ من الدي اس ال مودم، صح. فالمهم ان الدي اتش بي سيرفر اصلا ممكن يتعمل باكتر من سيناريو. ده لقيت مره ابلكيشن صغنطوط كده بينزل على كاس الكمبيوتر بس مش كلاينت، بيحوله دي اتش بي سيرفر يوزع اي بي. فمش شرط حتى ان هو يكون مثلا ويندوز سيرفر ولا سوري يعني السيرفس بيلت ان في السيستم، مش شرط، تمام كده. لما بعمل الكلام ده بقى واعمل كابتشر للترافيك في سيسكو، لو ده مثلا معمول على راوتر سيسكو، بلاقي رسالتين برودكاست ورسالتين تانيين يونيكاست، تمام. قدروا يعملوا كده ازاي؟ كل اللي فيها ان الدي اتش بي سيرفر بيرد ساعتها على البي سي بالماك بتاعه، بيرد عليه بايه؟ بالماك بتاعه. فساعتها يقدر يتعامل معاه كيونيكاست. يبقى في رسالتين بعنينا هنشوفهم ان شاء الله برودكاست، وفي رسالتين هنشوفهم يونيكاست. ده في بعض الانتربرايزز الكبيره ممكن يبقى في عندها اكتر من دي اتش بي سيرفر، تمام. ممكن احط 2 3 دي اتش بي سيرفر، اولا توزيع حمل عشان ما يبقاش في لود على واحد والباقي ما لهوش لازمه. تاني حاجه علشان اصلا لو واحد منهم وقع التاني قايم، تمام. طب حد فيكم اخد باله من كلمه مهمه قوي انا قلتها هنا؟ لو البي سي وافق هنا يبقى ساعتها هيرد بريكوست. هو البي سي ممكن يرفض؟ اه عادي جدا ممكن يرفض. امتى؟ لو انا لو انا عندي دلوقتي كان في دي اتش بي سيرفر تاني، تمام، الاثنين هيردوا عليه باوفر. جهاز الكمبيوتر معروف انه بياخد اي بي من اي واحد فيهم، اللي يرد عليه الاول اللي ايه؟ اللي يرد عليه الاول، تمام. فدلوقتي الدي اتش بي بتاعنا ده رد عليه الاول بعديه ده اللي فوق ده، ساعتها هيرفض العرض بتاع اللي فوق. يبقى البي سي ممكن ان هو يرفض العرض بتاع دي اتش بي سيرفر، تمام. طيب الاربع رسائل اللي قدامكم دول كده بنسميها عمليه الدره. بنسميها عمليه ايه؟ الدره. ديسكفر اوفر ريكويست اكنولدج. وضحت كده؟ جهاز الكمبيوتر لما بياخد اي بي مش بياخد الاي بي فوريفر، بياخده لفتره معينه بنسميها فتره الليز. بسميها فتره ايه؟ الليز. فتره الليز ايجار، يعني ليز كترجمه معناها ايجار. فتره الليز دي بتبقى قد ايه؟ قال لك على حسب الاوبريتنج سيستم. بمعنى لو انا عامله الدي اتش سي بي سيرفر ده دلوقتي على ويندوز سيرفر، فتره الليز دي بتبقى الديفولت بتاعها 8 ايام، تمام. لو انا عاملاه مثلا على راوتر سيسكو، فتره الليز الديفولت بتاعها يوم. على دي اس ال موديل على حسب الموديل، في موديلات يوم. انا عندي لسه جايبين واحد قريب جديد اصلا الليز بتاعه الديفولت بتاعه من غير ما اعدل فيه يومين، فعلى حسب انت عامله على ايه، تمام. وكونفيجرابل، اقدر اغيرها، تمام. فاللي هيحصل بقى ان انا دلوقتي هفترض ان كاس الكمبيوتر بتاعي اتطفى، تمام، جه يقوم تاني بيبدا ان هو يكونكت تاني على دي اتش بي سيرفر ياخد اي بي. لو اتطفى بيبدا يقوم تاني ايه؟ يكونكت ياخد اي بي، تمام. اللي انا هشرحه ده على افتراض ان جهاز الكمبيوتر بتاعي قايم ليل نهار ما بيتفيش، تمام. عند 50% من فتره الليز، يعني هو قد ايه تقريبا؟ لو انا بتكلم على ويندوز سيرفر 4 ايام تقريبا، 4 ايام او مش تقريبا، هو فعلا 4 ايام. ساعتها جهاز الكمبيوتر بتاعي بيروح للسيرفر يعمل منه حاجه اسمها رينيو. رينيو يعني ايه؟ بيجدد العقد. رينيو يعني ايه يا شباب؟ بيجدد العقد، تمام. فساعتها تاني البي سي بيروح للدي اتش بي سيرفر بالرسالتين دول بس، لانه اوريدي معاه اوفر، هو عايز يجدد العقد بس مش اكتر. يقول له احجز لي الاي بي ده فتره زياده كمان، تمام. طيب وساعتها بيبعت الرسالتين دول يونيكاست، بيبعت للدي اتش بي سيرفر ريكوست يونيكاست، السيرفر يرد عليه برده باكنولدج يونيكاست. يشبهها لك في الكتاب مثلا ان انت رايح تشتري، او سوري اسف، ان انت واخد شقه ايجار 5 سنين، وبعد سنتين ونص بتاكد على الراجل ان انت عايز تاخدهم 5 سنين كمان، تمام. لو الدي اتش بي سيرفر بتاعي قايم وتمام ومفيش مشاكل، اوكي خلاص
تمام. طب افرض ان دي اتش بي سيرفر ما كانش افيلبل، يعني ايه ما كانش افيلبل؟ مش هو كاس كمبيوتر في الاول وفي الاخر اتطفى ولا خالص؟ تمام. فساعتها الجهاز بتاعي هيفضل محتفظ بالاي بي لفتره 87% اللي هي تقريبا 7 ايام. بعد السبع ايام يبدا يعمل برودكاست بقى، اصل ده رد عليا خير وبركه، ما ردش عليا حد غيره يرد، انا اللي يهمني في النهايه يبقى معايا اي بي، في النهايه يبقى معايا ايه يا شباب؟ اي بي. تمام. فبعد السبع ايام هيعمل برودكاست في الشبكه، وانتي بريوريتي اعلى للي كان واخد منه اصلا، لو رد عليه هياخد منه هو. تمام. طب بفرض ان مفيش حد خالص رد عليه، هيفضل محتفظ بالاي بي لمده 7 ايام، تمام، اسفه 8 ايام، فتره الليز بالكامل، وبعد كده هيفقد الاي بي. يعني ايه هيفقد الاي بي؟ طبعا الناس اللي قدامي تقريبا اغلبكم شغالين في المجال واكسبيرينس، تمام. لو فقد الاي بي، لو انا كنت بتكلم على ايام الويندوز الاكس بي بيفقد الاي بي، كنت بلاقي الاي بي بقى صفار بيتصفر، تمام. لكن الويندوزات الاجدد بلاقي ان هو اخد اي بي من الابيبه، تمام. ايوه ماشي. اللي ما عرفش الكلمه دي لما نشرح الابيبه هتوضح دلوقتي باذن الله، تمام. المهم من الاخر يعني دلوقتي صلاح فقد ايه؟ الاي بي. فقد ايه يا شباب؟ الاي بي، تمام. لغايه كده فتره الليز تكبرها ولا تصغرها؟ قال لك على حسب البيزنس بتاعك. بمعنى هنا مثلا الراوتر بيقدم خدمه واي فاي، لو يوم زحمه كده ولا حاجه هفترض ان انا بقدم مثلا 50 اي بي، تمام. لو يوم زحمه كده ولا حاجه هلاقي مثلا ممكن في خلال ساعه زمن الاي بيهات بتاعتنا كلها خلصت، ما كل شويه يجي لي حد ياخد اي بي على الموبايل بتاعه، ما هو اكيد مش هيقعد يجيب اللابتوب ولا الموبايل يقعد يجري ورايا ويقول لي اي بي كام، صح؟ كله دلوقتي بيكونكت واي فاي وبياخد اي بي دايناميك، مش كده؟ علشان كده هنا مثلا السيناريو المناسب 6 ساعات، حلو قوي. فتره الليز 12 ساعه اعتقد حلو جدا، على حسب اللي هيجي يقعد قد ايه، 3 ساعات، 4 ساعات، 6 ساعات، حلو قوي. فتره الليز مثلا 12 ساعه كويسه قوي، تمام. لان الكلاينت دلوقتي مثلا دخل بالموبايل او باللابتوب بتاعه واخد الموبايل بعد كده ومشي، لو كانت فتره الليز كبيره 8 ايام، ما هو الراوتر هيفضل مقتنع ان الاي بي ده مع الكلاينت ده لفتره 8 ايام، صح؟ فمش من حقه ساعتها يوزعه لاي حد تاني. انما لو عدى ال 12 ساعه والراجل ده ما جاليش تاني ياكد ان هو عايز اي بي، عدى 12 ساعه ولا جالي يعمل ريو ولا مفيش اي ترافيك، صح؟ فساعتها بيرجع الاي بي جوه البول عشان لو حد تاني طلبه يقدر يدور، واضحه كده؟ ففتره الليز على حسب السيناريو اللي انت شغال فيه، على حسب البيزنس اللي انت شغال فيه. في اي مشاكل لغايه دلوقتي في الدي اتش سي بي؟ تمام. ده الحوار بتاع الدي اتش سي بي. الطريقه اللي بعديها، بص كده الاول نركز كده تاني مع بعض. انا كده واخد اي بي ايه؟ كده مانيوال، واخداه في ايدي، صح؟ ركزوا على كلمة جنرال اللي فوق. لو انا قلت له اوبتين، ده كده انا واخداه دايناميك من الدي اتش سي بي سيرفر. ظهرت ساعتها كلمة جديدة اسمها الترنيف كونفجريشن. لو قلت له هنا يوزر كونفجرد، وابدا ان انا احط الاي بي، وابدا احط ايه؟ الاي بي، تمام؟ ده ايه بقى؟ قال لك دي الطريقة الثالثة اللي هي الالترنيف. جهاز الكمبيوتر بيبص على الاربع طرق دول بالترتيب. بمعنى لو انت اديت له اي بي مانيوال خلاص يعني انتهت خلاص، لو انت ما اديتلوش اي بي مانيوال هيبص على الدي اتش سي بي، اخد اي بي انتهينا، ما لقاش في دي اتش سي بي افيلبل هيبدا ياخد اي بي ايه؟ الترنت اللي هو ده. قال لا، طب ما هو دي طريقه تعتبر بالظبط مانيوال، فرقت في ايه بقى؟ دي طريقه بصراحه انا بعتبرها ذكاء من مايكروسوفت. بمعنى انا هفترض دلوقتي ان انا شغاله في الشركه بتاعتي، الشركه فيها فرعين، الفرع بتاع زجزج وده فرع كبير شويه متظبط، فعندنا دي اتش سي بي سيرفر ورينج الاي بي هات مثلا عشرات، تمام. لغايه ما نفهم يعني ايه الاي بي هات دي بالتفصيل باذن الله، ده معناه ان اجهزه الكمبيوتر كلها في الفرع بتاع زجزج عشان تقدر تكونكت على بعض لازم الاي بي هات بتاعتي كلها يكون بدايتها 10، تمام. وعندي فرع تاني في المعادي، تمام، الفرع بتاع المعادي صغير كده وعلى قد، وبالتالي مفيش دي اتش سي بي سيرفر، والناس اللي هنا شغالين على رينج 192.168.0.0 مثلا، برضه لغايه ما ناخد الاي بي هات. ده معناه ان الاجهزه هنا كلها لازم تكون بدايه الاي بي هات بتاعتها 192.168. وكان عندي بورتابل يوزر،
بورتابل يوزر يعني موظف مثلا شغال في قسم السيلز، شويه بيروح الفرع بتاع زجزج، شويه بيروح الفرع بتاع المعادي. ما هو الراجل ده طول ما هو في فرع زجزج محتاج ان الاجهزه بتاعته يكون واخده ايباد كام؟ عشرات. يروح الفرع بتاع المعادي لازم الجهاز بتاعه يكون 168، صح؟ طب انا كادمن بقى هفضل رايحه جايه وراه؟ خدوا بالكم ده راجل موظف مش فاهم يعني ايباد، مش فاهم الكلام ده خالص، هو عايز يكونكت على الشبكه يدخل بس، تمام؟ فانت هتدخل على اللابتوب بتاعه تظبط له اللابتوب مره واحده بس بالطريقه دي. اول حاجه هتخليه ياخد اي بي من DHCP سيرفر. الخطوه اللي بعديها، مش اول ما قلت له اوبتين اوتوماتيك ظهرت التابه بتاعه الانترنت، صح؟ هتدخل على الانترنت وتدي له اي بي 192.168 في الرينج ده دوت اي حاجه يعني، تمام؟ تعالوا نشوف الراجل ده بقى طول ما هو في الفرع بتاع زجزج، انت اديت له اي بي بايدك مانيوال؟ لا، عندهم دلوقتي دي اتش سي بي. اه يبقى الراجل ده هياخد اي بي ايه؟ عشرات. وطالما اخد اي بي مش هيكمل بقيه الطرق. خلي الراجل ده بقى يروح للفرع بتاع المعادي، انت اديت له اي بي مانيوال؟ لا، عندهم دي اتش سي بي؟ لا. حطيت له اي بي الترنت؟ اه، اللي هو 192.168. واضحه كده؟ يبقى الراجل هيقدر يكونكت هنا ولا لا؟ وللدقه، سيناريو زي ده ما بقاش موجود لسبب، لان دلوقتي كل اللانات حتى الهوم يوزرز بقى عندهم حتى الدي اس ال مودم اصلا بيشغل الدي اتش سي بي. سواء انت بتتكلم عن بزنس كبير او صغير كله خلاص بقى شغال ايه؟ بالظبط دي اتش سي بي. واضحه كده؟ تمام. طيب الطريقه اللي بعديها، بص كده بيقول لي هنا ايه؟ اوتوماتيك برايفت اي بي ادرس ابيبا. ايه الابيبا ده بقى؟ قال لك ده رينج كده من الاي بيات مايكروسوفت مصره ان الشبكه بتاعتي ما تقعش. فلو انا ما حطيتش اي بي مانيوال ولا في دي اتش سي بي موجود واقع، ولا انا حطيت اي بيات انترنت بايدي، هلاقي الاجهزه بتاعتي كلها سقطت نفسها في رينج 169.254 دوت اي حاجه دوت اي حاجه. كل الاجهزه لوحدها هتسقط نفسها في ايه؟ في الرينج ده. وهيتفقوا مع بعض، هيعملوا نوجيشن مع بعض عشان في جهازين يلقطوا نفس الاي بي. وعشان كده كل جهاز فيهم بيلقط اي بي شكل بيبعت برودكاست كده يسالهم، هيا يا جماعه حد فيكم اخد الاي بي ده؟ وعشان كده طريقه مش ستيبل، لسبب لما كل جهاز يبعت برودكاست يسال اللي حواليه، البرودكاست معناه داتا بتوصل للكل، انت كده عملت لود على الباند ويث بتاع الشبكه. دايما بقول برودكاست از نوت ايفن، هو مش عفريت هنجري منه، بس بقدر الامكان عايز اقلل مشاكل البرودكاست، الداتا ما تفضلش رايحه جايه كده في الشبكه على طول. واضحه؟ طيب في برضو طول على لينكس بقدر ان انا اسطبها، اخلي برضو المكنه بتاعت لينكس لو ما اخدتش اي بي ترول باك على مين، او تاخد اي بي منين؟ من الابيبا. فهي مش حصر يعني على مايكروسوفت، تمام؟ اديكم اكزامبل كده، لو انا دلوقتي جيت مثلا للشركه الصبح ونسيت اشغل الراوتر، الاجهزه دي كلها كونكتد عن طريق سويتشات، صح؟ نسيت اشغل الراوتر، الاجهزه دي كلها انا ما حطيتهاش اي بي مانيوال، تمام؟ واخده اي بي اوتوماتيك، واكيد ما لفتش على الاجهزه حطيت اي بي الترنت بصراحه يعني، تمام؟ يبقى دلوقتي السيناريو الاولاني مانيوال، انا مش حاطه اي بي، دي اتش سي بي واقع، انا نسيت اشغل الراوتر الصبح، الترنت مش حاطه اي بي، هلاقي الاجهزه دي كلها سقطت نفسها في رينج 169.254 وكده في نفس الرينج ولا لا؟ هقدر ساعتها ان انا استخدم خدمات الشبكات، يعني اشير الديسك توب بتاعي عن طريق النتورك يوصل للاجهزه بتاعتكم، افتح لكم الشير على فولدر معين تدخلوا عليه شير توصلوا. بس ده سيوتابل للانتربرايزز او للاماكن الصغيره، 10 اجهزه 15 جهاز، اكتر من كده الدنيا بتبقى مش ستيبل، لان زي ما قلت لكم كل جهاز بيبعت بروكست، تمام؟ جهاز الكمبيوتر عارف كويس جدا ان الاي بي بتاع الابيبا انراوتابل، مش هيطلعه انترنت، صح؟ وعلشان كده كل 3 دقايق جهاز الكمبيوتر بيبعت اصلا مسج كده للدي اتش سي بي سيرفر يساله ها قمت ولا لا، عشان وقت ما الدي اتش سي بي سيرفر يقوم ياخد اي بي راوتابل يطلعه انترنت. مشكله الابيبا ان هو انراوتابل، مشكله الابيبا ان هو ايه؟ انراوتابل، ما طلعش بانترنت. في اي مشاكل في الدي اتش سي بي؟ تمام. ده البروتوكول بتاع مين؟ الدي اتش سي بي. ندخل بقى على البروتوكول اللي بعديه اللي هو الدي ان اس.
نيم سيستم او سيرفيس او سيرفر كلهم صح، وده شغال على بورد 53. طب تي سي بي ولا يو دي بي؟ الاثنين. هنشوف النهارده يعني ايه الاثنين ان شاء الله. تمام. ايه فكره الدي ان اس؟ انا دلوقتي مثلا عايزه اتصل بعبد الرحمن، تمام، همسك الموبايل ادور على الاسم بتاعه، بس في الواقع انا بتصل بالرقم. انهي اسهل بالنسبه لي، ان انا ادور على الاسم ولا الرقم؟ بس في الواقع بيترجم لرقم، صح؟ نفس الكلام بالظبط، اجهزه الكمبيوتر بينها وبين بعضيها دايما بتتعامل بالاي بي، دايما بتتعامل بايه؟ بالاي بي. تمام. طب انهي اسهل، ان انا لما اجي ادخل على موقع زي الياهو اكتب مثلا 70.50 دوت، هو كان كام؟ انا مش فاكره. ولا الاسهل، انت بتفكر في ايه؟ هو انت عارفه لأرقام فرد افتراضي. تمام. ولا الاسهل ان انا افتح البراوزر واكتب www.yahoo.com؟ الاسم اسهل، بس اتفقنا تاني ان الاجهزه بتتعامل بايه؟ بالاي بي، بالرقم. علشان كده كان لازم يبقى في عندي سيرفر يترجم ما بين الاسامي وما بين الاي بي. السيرفر ده اسمه ايه؟ الدي ان اس. كتشبيه كده، ادي كلاينت وادي الموقع اللي انا عايزه اروح له. ايه الدي ان اس ده بقى؟ قال لك ده كاس كمبيوتر عادي جدا، بس يكون عليه اوبريتنج سيستم زي ما اتفقنا، مش شرط ويندوز. تمام. المهم ان هو اوبريتنج سيستم سيرفر، سواء لينكس او سولارس او اي اي اكس او يونكس، وات ايفر. تمام. طيب ده الكلاينت بتاعي، وعايزه اروح لموقع. تمام. فهروح دلوقتي، قبل ما اروح للكلاينت هروح لمين؟ للدي ان اس. ده الدي ان اس بتاعي بيبقى عليه داتابيز، ادي الاسم وادي الاي بي. يعني مثلا هيبقى موجود عليه ان ياهو الاي بي بتاعه 11001، ان جوجل اكيد الارقام دي غلط يعني، تمام، 12001. فالكلاينت هيروح الاول للدي ان اس. بقول لك للدي ان اس، الله يكرمك، في يوزر فتح البراوزر عندي وكتب ياهو، ما تعرفش الله يكرمك الاي بي بتاعه ياهو هو كام؟ يروح الدي ان اس، استنى ده عندي الاي بي بتاعه ياهو، خده اهو اللي هو 11001. الكلاينت بقى معاه الاي بي ولا لا؟ يروح واخد الاي بي ورايح للسيرفر، يروح له بايه بقى؟ بالاي بي. وخلاص بقى معاه الاي بي، والكلام ده كله ترانسبيرنت بالنسبه لي، انا مش شايفه اي حاجه من الحاجات دي، ترانسبيرنت بالنسبه لي. اليوزر بيروح فاتح البراوزر، يكتب www.yahoo.com، انتر، دخل. تمام. طب اشمعنى الدي ان اس ده هو اللي راح له دونا عن اي سيرفر تاني؟ تمام. قال لك اصل الدي ان اس ده بيبقى له اي بي، مش ده سيرفر عادي جدا؟ فافترض ان الاي بي بتاعه 10001. الكلاينت هو ذات نفسه ليه اي بي، فافترض ان الاي بي بتاعه كام؟ 10002. وانا بعرف الاي بيات، الخانه الثالثه او الخانه اسفل الرابعه من تحت دي في هنا ايه؟ يوز ذا فولوينج دي ان اس سيرفر. انا ممكن ان انا اظبط الدي اتش اس بي يوزع، بالمناسبه الدي اتش اس بي لما نعمله ان شاء الله مش بيوزع اي بي بس، بيوزع مينيمم خالص اي بي وسبنت ماسك، ممكن اوبشنال اخليه يوزع الجيت واي والدي ان اس كمان. تمام. فلو انا دلوقتي ما خليتوش يوزع الدي ان اس، هقول له هنا ايه؟ احط انا الدي ان اس بايدي، يبقى احط هنا في الحاله دي كام؟ فاخدت دي ان اس 10001، يبقى انا اللي قلت للكلاينت روح للدي ان اس الفلاني ترجم من الاسم للاي بي. ترجم منين؟ من الاسم للاي بي. تمام. طيب لو الدي ان اس، واخدين بالكم ان في هنا بريفيرد وفي الترنت، لو الدي ان اس الاساسي ده وقع مش موجود، يبدا يروح لمين؟ للانترنت. يروح لمين يا شباب؟ للانترنت. طب اقدر ان انا اظبط كام دي ان اس؟ اعتقد اعتقد انت واخدها في مايكروسوفت. يلا ماشي. لو ضغطت هنا على ادفانسد دي ان اس اد انليمتد، اد 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 انليمتد، يبقى اقدر ان انا احط اكتر من دي ان اس. عاده هما يعني اتنين مور ذان انف، اتنين حلوين قوي، انما كامكانيه يعني لا، تقدر ان انت تحط انليمتد دي ان اس سيرفرز على الجهاز بتاعك، هيروح للاولاني واقع يروح للتاني، واقع يروح للتالت، ان سو. الفكره كده لغايه دلوقتي واضحه؟ تمام. تعالوا ناخد اكزامبل يوضح لي الدنيا اكتر كمان من كده.
هفترض دلوقتي ان انا عندي سويتش والسويتش بيتوصل عليه مجموعه من الاجهزه سي مثلا جهاز ايه وجهاز بي. ادي جهاز ايه وادي جهاز بي. الاي بي ده 10.0.0.1 والاي بي ده 10.0.0.2 وده سويتش. عايزه الاجهزه دي لما تدخل على بعض تدخل على بعض بالاسم. يعني ايه؟ فاكرين لما دخلنا شير بين الاجهزه جيت في قائمه رام وكتبت ايه؟ باك سلاش باك سلاش الاي بي بتاع الجهاز تمام او الاسم. لو انا دلوقتي حابه ان انا ادخل اصلا بالاسم مش بالاي بي انهي اسهل؟ الاسم. خصوصا ان في شركات كتير بتعمل اساسا اسم الجهاز باسم الموظف. يعني مثلا جاسر اللي ماسك الموبايل بي سي تمام، احمد بي سي، عصمت بي سي تمام. يبقى كل واحد كده ايه ماسك الموبايل يركنه بجنب. هات الموبايل انجز هات. ماشي يا شباب؟ عشان دلوقتي الاجهزة تدخل على بعض بالاسم لازم يبقى فيه ايه؟ دي ما انت لو مركز دلوقتي لازم يبقى فيه ايه؟ دي ان اس عندي صح؟ ادي الدي ان اس سيرفر بتاعي اهو. قلنا في الاول وفي الاخر هو عبارة عن جهاز كمبيوتر عادي تمام؟ هيبقى عليه ان جهاز ايه الاي بي بتاعه 10.0.0.1 وان جهاز بي الاي بي بتاعه 10.0.0.2 متوصل طبعا سيرفر متوصل على سويتش. الدي ان اس ككل ليه ايه؟ اي بي. ففخانه الجيت واي هنا اسف فخانه الدي ان اس هنا هكتب 10.0.0.3 سواء على الجهاز ايه او على الجهاز تمام. يبقى انا كده قلت لجهاز ايه لما حد يكتب عليك اي اسم روح للسيرفر الفلاني ده ترجم منه. روح للسيرفر ايه ترجم منه. يبقى من الاخر الدي ان اس عباره عن ايه؟ بروتوكول وظيفته بايندنج ربط ما بين الاي بي وما بين الاسم. بس ثانيه واحده يا عبد الرحمن، الموضوع اكبر بكتير من كده. بمعنى انا دلوقتي عندي جهاز ايه عايز يطلع على الانترنت، تعتقد مهما كنت انا عبقريه في الشبكات عندي امكانيه ان اقعد قدام جهاز كمبيوتر عمال اعمل عليه داتا بيز بكل المواقع اللي موجوده على مستوى العالم؟ حتى لو انا اكتب بالمنظر ده، ده يوميا على الاقل بيظهر اكتر من 1000 موقع جديد. انا مش قاعده ليه النهارده ابديت في الداتا بيز صح؟ عشان كده لوحده كده الدي ان اس سيرفر بتاعي بيبقى مربوط هنا ب 13 سوبر كمبيوتر. مربوط بايه يا شباب؟ 13 سوبر كمبيوتر بنسميهم الروت هند. بنسميهم ايه؟ الروت هند. وبنمثلهم بالدوت تمام. دول اجهزه سوبر كده مترميه على مستوى العالم. هوريكم خريطه ليهم دلوقتي فين ان شاء الله تمام. فالمفروض دلوقتي ان البي سي بتاعي او الكلاينت سوري هيطلب منين المعلومه من دي ان اس؟ لو موجوده عنده خلاص هيرد، لو مش موجوده عنده هيروح يطلبها من الروت هند. طب الروت هند عنده معلومات بكل المواقع على مستوى العالم؟ مؤقتا كده عشان كده لما انت تكون عايز ان انت تشتري موقع او تعمل موقع يقول لك اشتري دومين صح؟ ايه حوار الدومين ده؟ ويقول لك هكتفه لك بعد يومين مش كده؟ ليه بقى؟ على ما يحط لك قيمه جوه الروت هند عنه عشان الناس العالم كله يبقى عارف انت مين تقدر توصلك صح؟ وللدقة الروت هند ما عندوش داتا بيز بكل المواقع اللي موجودة على مستوى العالم. امال ايه اللي بيحصل؟ قال لك انا عندي جهاز كمبيوتر واحد بس على مستوى العالم اسمه دوت كوم. اسمه ايه؟ دوت كوم. ده جهاز كمبيوتر تمام؟ عندي جهاز كمبيوتر واحد بس على مستوى العالم اسمه دوت نت دوت اديو دوت مش عارفه ايه. السيرفرات دوت كوم ودوت نت ودوت اديو دول بنسميهم توب ليفل دومين تي ال دي. بسميهم ايه؟ توب ليفل دومين. بعد كده عملوا سيرفرات ثانيه بعديها اسمها كانتري كود ليفل دومين اللي هي بقى دوت اي جي دوت يو كي دوت مش عارفه ايه تاني يو اس الحاجات دي تمام؟ كيو اي ده مين ده؟ قطر. طب ماشي المهم تاني هتتمسك تمام. المهم تاني يبقى انا عندي نوعين من السيرفرات، التوب ليفل دومين والتاني كانتري كود ليفل دومين تمام. فالكلاينت بيطلب المعلومه من السيرفر، السيرفر زي ما اتفقنا ما عندوش المعلومه، هيروح رايح لمين؟ للروت هند. يقول الله يكرمك ما تعرفش مين
www.yahoo.com هيرد عليا يقول لي لا والله ما اعرفش مين ده، بس اعرف اللي يدلك. خدي الاي بي بتاع سيرفر اسمه دوت كوم اهو، ويديني الاي بي بتاع السيرفر اللي اسمه دوت كوم. اروح انا واخده الاي بي بتاع السيرفر دوت كوم واروح له، الله يكرمك يا دوت كوم في دومين تبعكم اسمه ياهو؟ يروح رادد عليا يقول لي اه فعلا في شركه اسمها ياهو شاريه مننا دومين، وخدي الدي ان اس بتاعهم اهو. ما هي دي شركه ياهو عندها اكسترنال دي ان اس، تمام؟ شركه ياهو عندها مجموعه من السيرفرات، سيرفر اسمه دب دب دب، سيرفر اسمه ميل، سيرفر اسمه مكتوب دب دب دب، سيرفر اسمه ميل، سيرفر اسمه مكتوب، تمام؟ هو اداني الدي ان اس بتاع مين؟ اي بي دي ان اس بتاع مين؟ بتاعي. اروح انا كدي ان اس اخده واروح للياهو. الله يكرمك في عندكم سيرفر اسمه دب دب دب، ما هو السيرفر ده تبع ياهو، عشان كده اسمه التوتال دب 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 دوت ياهو دوت كوم دوت دب 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 دوت ياهو دوت كوم دوت. حد فيكم وهو بيكتب اليو ار ال قبل كده كتب دوت اللي في الاخر؟ ما بتتكتبش لان ده الديفولت. طب اكتبها هيدخلك على الموقع وهتلاقيها اختفت، فعشان هي كده كده على كل المواقع الديفولت ايه بتتشال، لكن هو عارف ان هو كده كده في الاخر بيحط دوت، لانه لما بيسيرش بيسيرش من تحت لفوق. واضحه كده؟ قسم من فوق لتحت قسم، تمام؟ في الصوره هي الراجل، تمام؟ هيروح مديني الاي بي بتاع الدي ان اس سيرفر او قسم دب 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 سيرفر بتاعهم، اروح انا كدي ان اس واخداه واديه لمين؟ للجهاز. يروح الجهاز بقى واخده ايه؟ ياه راح الحمد لله. رحله حصلت معاك قبل كده يا عبد الرحمن ان انت تيجي تدخل على موقع يطول جدا، تيجي بعد كده تقفل البراوزر تفتحه تاني تلاقيه بيدخل بسرعه جدا؟ ليه؟ ما هو ممكن يكون اصلا مش متكيش عندك، اصل مش كل ما موقع او كل ما كاس عندي في الشركه يكون عايز يروح لدب دب دب دوت ياهو دوت كوم هيلف اللفه الطويله دي، فهو بياخد المعلومه ويكيش عنده. يكيش يعني ايه؟ يحطها جوه الرامه، يحطها جوه مين؟ الرامه، تمام؟ فلو في موقع اساسا انت طلبته من دي ان اس والمعلومه ما كانتش عنده، على ما يلف اللفه الطويله دي هياخد شويه وقت، ممكن يقعد بالخمس دقائق بالعشر دقائق، تمام؟ لكن لو قفلت البراوزر وجيت تفتحه تاني حرفيا تقريبا اولموست في نو تايم، على حسب سرعه الانترنت كونكشن عندك يعني، تمام؟ فبالتالي جهاز بي لو جه يطلب نفس المعلومه لا هيرد عليه من الكاش بقى، هيرد عليه منين؟ من الكاش، تمام؟ فقال لك بدل اللفه الطويله قوي 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 دي انا ممكن دلوقتي اجي على الدي ان اس سيرفر بتاعي واعمل عليه كونفيجريشن ان هو يشاور على دي ان اس تاني، يعني ده مثلا دي ان اس اللي عندي في الشركه هسميه 1، وده مثلا دي ان اس تاني بعمل عليه بقى حاجه اسمها فوروردر، بعمل عليه حاجه اسمها ايه؟ فوروردر. للدقه الدي ان اس لو انا ما عملتش عليه اي حاجه بدخل في السيتنجز في الاعدادات بتاعته الاقيه كده كده بيشاور على روت هيلث، تمام؟ لكن الفوروردر انا اللي بعمله بايدي، بدخل في الاعدادات بتاعه الدي ان اس وبعمل ايه؟ الفوروردر بايدي، اخليه يشاور على دي ان اس اقرب شويه، عاده مش مصر، عاده اخليه يشاور على السيرفيس بروفايدر دي ان اس اللي انا واخده منه الخدمه، ان انا اروح اسال الروت هيلث اقرب ولا ان انا اسال السيرفيس بروفايدر اللي عندي هنا في كايرو اقرب؟ اللي عندي هنا في كايرو اقرب. واضحه كده لغايه دلوقتي؟ طيب والدي ان اس حتى بتاع السيرفيس بروفايدر في النهايه اكيد يعني مش وي ولا لينك ولا الكلام ده، اكيد مش عندهم ناس عمالين يقبضوا يعني في الدي ان اس باستمرار، تمام؟ فبيعملوا ايه؟ كده كده هم بيبقوا مكيشين هم كمان من الروت هيلث. بس الفكره ان الدي ان اس بتاع مثلا شركه وي بيخدم على مين؟ مصر كلها. بيخدم على مين؟ مصر كلها، صح؟ فباستمرار بيكيش على طول، باستمرار بيكيش، على عكس لو انا عندي هنا دي ان اس سيرفر عندي في الشركه ده وانا ماشي بفصل الكهرباء اجي الصبح كل اللي في الكاش ضاع بالظبط كسمول بيزنس يعني، انما طبعا لو شركه ميديم بيزنس او لارج بيزنس المفروض ان السيرفرات ما بتتفيش. واضحه؟ انت دلوقتي تستخدم دي ان اس مين؟ يعني انا هنا في الشركه ده انا سمول بيزنس وحاجه اديوكيشنال، اغلب شغلنا هنا اديوكيشنال، يبقى انا محتاجه يبقى في عندي دي ان اس؟ في هنا دي ان اس؟ لا.
في ناس مش فاهمه على الراوتر بتنزل اتقل معايا وحاضر هقول لك حاضر تمام. انا عندي هنا دي ان اس لا شاور على اي دي ان اس انت عارفه يعني على سبيل المثال ممكن تشاور على دي ان اس بتاعتي ايداد نصيحه لوجه الله بلاش دايما واقع ودايما بتلاقي ب 60 نيله تمام. امال في دي ان اس محترمه بصراحه ظهر جديد اربع وحيد لا اربع وحيد ده اسرع تمام. في عندي كمان ده بتاع جوجل الاثنين دول بتوع جوجل وفي عندي كمان 4222 و4223 دول بتوع الايانا. استخدم اي دي ان اس على مزاجك. ها في مشاكل كده يا شباب اللي احلى دلوقتي اصلا يا عصمة الوحيد ده اللي انت بتقول عليه ده بقى الدي ان اس اللي على الراوتر لا طبعا الراوتر مش بيشتغل كدي ان اس. امال انت لما بتشتري دي اس ال مودم هو زي ما قلت لك بيبقى متظبط كدي اتش اس بي بيديك دي اتش اس بي تمام وبيديك كمان دي ان اس مش كده. فالدي ان اس اللي هو الاي بي بتاع الراوتر ذات نفسه بيبقى عليه فورورد ريشاور على الدي ان اس بتاع السيرفيس بروفايدر اللي انت واخد منه الخدمه. لكن في الواقع الراوتر اكيد مش هيشتغل كدي ان اس. واضحه كده يا شباب؟ طيب لو انا دلوقتي الكلاينت طلب المعلومه من الدي ان اس والدي ان اس رد من الداتا بيز اللي عليه هو ذات نفسه ساعتها بقول ان السيرفر ده اوثوريتيف. بقول عليه ايه؟ اوثوريتيف. يعني ايه اوثوريتيف؟ كترجمه يعني ذو سلطه تمام. لكن لو طلبت المعلومه من الدي ان اس والدي ان اس رد من الفوروردر او من الروت هند تمام او من الكاش لان حتى لو من الكاش معنى كده انه كان طالبها من حد تاني ساعتها بسمي السيرفر ده ان هو نون اوثوريتيف. بسمي السيرفر ده يا شباب نون اوثوريتيف. اب تو ذيس بوينت حد واقع مني في حاجه؟ تمام. تعالوا نلعب بقى شويه. هاجي بس انا احط هنا دي ان اس بايدي من بس الويندوز اتعمل له ابديت فرجع كل حاجه على الديفولت تمام. لو انا جيت ادخل مثلا دلوقتي على موقع زي جوجل هو اقول لكم ممكن ابنج على جوجل نفسه بايدي بنج على جوجل دوت كوم. انا كده المفروض ان انا كيشت عندي معلومه ولا لا صح؟ فلو قلت له هنا اي بي كونفج اي بي كونفج بيعمل ايه؟ يجيب لي الاي بيز صح؟ اي بي كونفج على اول معلومات الديتيلز كتير كده صح؟ طيب بدل ما اضطر احفظ انا هستخدم دلوقتي على ديسبلاي دي ان اس فلاش دي ان اس. طب وليه وجع القلب؟ بصفه عامه لو مش عايز تحفظ اي امر في الدوس لو عايز تشوف كل الاوبشنز بتاعته بتقول له على علامه استفهام انتر على سبيل المثال اللي انا انترستد فيه دلوقتي على ديسبلاي دي ان اس كنترول سي كنترول في تمام انتر. ايه رايكم؟ جاب لي معلومه مين؟ جوجل. ولو انا اخدت الاي بي ده كده كوبي وحطيته عندي في براوزر دخل على مين؟ على جوجل. دخل على مين يا شباب؟ واو كفايه. ايه ده؟ اولا صفحه الهوم بيج بتاعتي على ما كنسلت هي الفيسبوك تمام. تعالوا نطلع بس كده شويه عشان نفهم ايه اللي حصل. الموزيلا بتاعي واضح ان هو اول ما فتحت البراوزر هو كمان كان بيعمل ابديت. ننزل بقى كده على جوجل. مش انا فتحت موقع جوجل؟ سيرفر جوجل مش سيرفر واحد. سيرفر جوجل بنقول عليه سيرفر فارم مزرعه سيرفرات تمام. في الواقع لما بدخل على جوجل جوجل اصلا ما اسموش بيبقى www.google.com ده ممكن يبقى اسمه زي ده كده client.one.google.com ممكن اسمه يبقى اطول كمان تمام. ده ايه ده؟ ده adservice.google.com ده ايه ده كله؟ في حاجات هنا gstatic مش عارفه .google.com ايه ده؟ اولا زي ما قلت لكم سيرفر جوجل بيقدم خدمات كتير. يعني انا لو ضغطت على الايكون دي بس كده كل واحد من اللي قدامكم دي في الباك جراوند بيشاور فعلا على سيرفر تمام. ولو مسكت اي بي حد منهم زي ما اتفقنا كده مثلا اي بي زي ده انا ورزقي دلوقتي دخلني على مين؟ على جوجل
ها واضحه؟ طيب اللي بيحصل ده زي ما قلت لكم ان جوجل اسمه بيبقى طويل قوي قوي كده بالمنظر ده، فبيعملوا له حاجه اسمها الياس. الياس يعني شورت كات كده، اسم بديل سهل للاسم الكبير ده. انا عامله اصلا الدي ان اس ليه؟ عشان اسهل على نفسي ولا نيتها اكتر؟ فاقوم ادخل على موقع بالاسم بي سي 1 دوت مش عارفه 1 دوت دوت جوجل دوت كوم، ده الاي بي اسهل بقى. ففي الواقع اسم السيرفر بيبقى فعلا اسم طويل قوي كده، فعشان كده بقول لك بيعملوا له حاجه اسمها ايه؟ شورت كات الياس، اسم بديل سهل اقدر ادخل عليه في الباك جراوند بيشاور على الاسم الطويل ده. تمام؟ مثلا فيسبوك، تخيلوا فيسبوك ما اسموش الاسم www.facebook.com، لا ده سيرفراته اهي، اسميها اهي، كل دي سيرفرات مين؟ فيسبوك. ولو انا اخدت اي اي بي من دول حطيته في جوجل، اسف حطيته في البراوزر، هيدخلني على فيسبوك. امال مين ده؟ اي بي فيرجن 6 لما نشوفه قدام باذن الله، هنشوف حددته قدام باذن الله. اب تو ذيس بوينت، في اي مشاكل؟ طيب افرض دلوقتي ان انا عايزه امسح الكاش. يعني ايه امسح الكاش؟ هقفل بقى ده كده خلاص كلوز. تمام؟ لاي سبب من الاسباب، مثلا تعالوا ناخد حاجه سيناريو زي ده، جهاز بيتشيل واسا مش تشيل، اقصد يعني كارت الشبكه بتاعه تشيل وتحط كارت الشبكه تاني، او بلاش سوري اسا بلاش دي، الاي بي ذات نفسه تشيل وتحط اي بي تاني اللي هو مثلا دوت 10. تمام؟ ما هو معنى كده ان دي ان اس بتاعي متكيش عليه معلومه غلط. ما هو في الكاش بتاعه ان 10002 الاي بي الاسم بتاعه بي، متكيش عليه معلومه غلط. تمام؟ الدي ان اس سيرفر قلت لكم بيكيش، طب اقول لكم ثانيه واحده الاداه فقلنا تاني الدي ان اس سيرفر بيكيش المعلومه، بيكيشها لمده قد ايه؟ يوم باي ديفولت، اقدر اغيره، بيكيشها لمده قد ايه؟ الكلاينت ذات نفسه هو كمان بيكيش المعلومه لمده قد ايه؟ على حسب حاجه كده قيمه كده اسمها تي تي ال، تايم تو ليف، فمش حاجه ثابته، بتبقى على حسب الموقع اللي انا داخله عليه. تمام؟ اغلب الريكوردز بتبقى تلت ساعة، انما مش شرط اديتابل. تمام؟ مثلا ده تايم تو ليف اغلبه كام؟ 30. طيب ده مثلا تايم تو ليف 160 ده. تمام؟ الرقم ده بيقل بالمناسبة، يعني لو قلت له على ديسبلاي الحاجات اللي كانت 30 اختفت، الرقم ده مثلا تمام بيبدأ يقل تاني اهو، 65 بقى دلوقتي 55، مجرد ما التايمر ده بيبقى اكسباير الكاش ده بيتمسح. الكاش ده ايه؟ بيتمسح. طب افرض ان انا مش عايزه استنى، انا عايزه امسح الكاش بتاع جهاز بي، لان زي ما قلت لكم انا جيت على جهاز بي غيرت الاسم او الاي بي، ما هو معنى كده ان انا كجهاز ايه؟ متكاش عندي معلومه غلط. اكيد مش هستنى معلومه التي تي ال او الفتره بتاعت التي تي ال. تمام؟ اكيد مش هقول لهم يا جماعه اعملوا ريستارت لجهاز الكمبيوتر، لان طبعا الكاش في الرامه. صح؟ امال اعمل ايه؟ ممكن ساعتها ان انا اعمل كلير للكاش بايدي. يعني اجي كده على كاس الكمبيوتر بتاعي واقول له اي بي كونفج على فلاش دي ان اس، لو قلت له تاني على ديسبلاي مسح كل حاجه ولا لا؟ كان في ناس تقول لي ثانيه واحده، ما هو طالما مسح هيروح يطلب المعلومه تاني منين؟ من دي ان اس؟ اه انا معايا. طب ما هو هيطلب المعلومه لسه المعلومه ايه؟ اتنين. لا لا خالص، في شغل مايكروسوفت بقى احنا بنعمل ايه؟ دلوقتي الدي اتش اس بي الجهاز ده انا هفترض انه اخد الاي بي من الدي اتش اس بي. تمام؟ فبيروح اساسا لما بينتجريت، او الدي اتش اس بي لما بينتجريت مع الدي ان اس، الدي اتش اس بي بيروح يابديت جوه الدي ان اس، يقول لا 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 ركز جهاز بي الاي بي بتاعه بقى 10010، فبيابديتوا بعض. يبقى جهاز الكلاينت ايه بعد كده لما يطلب المعلومه؟ لا فعلا هياخد المعلومه الصح الابديتد، الايه؟ الابديتد. واضحه كده؟ طيب تعالوا بقى دلوقتي عندي امر اسمه ان اس لوك اب. ان اس لوك اب اختصار نيم سيرفر لوك اب، اختصار ايه؟ نيم سيرفر لوك اب. اعمل بيه ايه الامر ده؟ لو قلت له انتر كده قال لي انت دلوقتي بتطلبي من المعلومه بتطلبي المعلومه بتاعت الاسم من السيرفر اللي اسمه، ناس محترمين قوي والله، شوفوا اسمه 1111 عاجبني قوي والله، يعني ناس محترمين. تمام؟ لا والله ما اعرف بتاع مين ده، لسه طالع جديد بس بصراحة لا سريع ومحترم يعني. تمام؟ عايزة أعرف معلومة مثلا عن الفيسبوك، فأقول له الله يكرمك اديني معلومة عن موقع فيسبوك دوت كوم. انتر. قال لي دلوقتي إن السيرفر الأربع وحيد ده
رد عليا رد مع اوثوريتيف، مع حتى السيرفر ده اكيد برضه في النهايه مكانش من روت هند اكيد يعني. تمام، موقع فيسبوك قال لك اسمك اهو، اسمه اهو ستار داش ميني دوت سيما، والاليس الاسم البسيط اللي احنا بندخل بيه هو ده، واضح؟ الاي بي بتاعه اهو، انا لو اخدت دلوقتي ده كوبي حطيته بس في البراوزر هيفتح لي فيسبوك، وده بالمناسبه اي بي فيرجن 6 بتاعه. بس على ما عاجبني قوي، بص كاتبين ايه فيسبوك منقيينها يعني، اللي هو يعني مختارينها يعني. تمام، طب تعالوا نطلب معلومه ثانيه، مثلا www.google.com انتر، قال لي ده سيرفر جوجل وده الاي بي بتاعه وده اي بي فيرجن 6 بتاعه. طب افرض ان انا عايزه اطلب المعلومه من حد تاني، هقول له اطلب لي المعلومه مثلا من سيرفر 4223 مثلا. سوري يا عم، خلاص اطلب لي المعلومه من السيرفر 4223. قال لي 4223 ده اسم السيرفر ده سي داش ريزولفرز داش مش عارفه ايه. طب تعالوا كده، لو طلبت المعلومه من السيرفر بتاع 4 ثمانيات، قال لي السيرفر ده اسمه ايه؟ بتاع جوجل. عايزه منه معلومه ايه؟ مثلا عايزه اعرف معلومات عن موقع ايه؟ واو، هو فين اخري؟ حتى 4 ثمانيات رد رد نوت اوثوريتيتد، ادي اسم ليا هو اهو، والاليس الاسم الصغنطوط اللي انا بدخل بيه اهو، واي بي هات فيرجن 4 واي بي هات فيرجن 6. ونون اوثوريتيتد الكويري بالظبط. هو ايه اسم تاني اكتر؟ كويري. اه كويري، لا الاوثوريتيتد والنون اوثوريتيتد. طيب اخلص بس اوقف الفيديو عشان ما تتوهيش الناس واجاوبك حاضر في البريك. ماشي، طيب دلوقتي عايزه اقول اعمل ايه يا عصمت الله يسامحك. تعالوا اوريكم كده، افرجكم على الروت هنت. لو جيت ادخل دلوقتي على جوجل روت هند سيرفرز، انا عن نفسي بحب الموقع ده قوي، روت داش سيرفرز دوت اورج. واو، كل دي سيرفرات؟ هو احنا قلنا كام سيرفر؟ لا قلنا 13 سوبر كمبيوتر صح، اللي هو اساميهم من ايه لغايه الام، اي بي سي لغايه ام. بصوا كده سيرفر ايه ده، طلع مش سيرفر واحد، ده طلع كذا سيرفر. بصوا كلهم شغالين اي بي فيرجن 6 ازاي، اللي باللون الاخضر ده اي بي فيرجن 6 وباللون الاحمر اي بي فيرجن 4. تمام، للدقه كل دي سيرفرات بنده عليها بطريقه واحده كده اسمها اني كاست، تكنولوجي اسمها اني كاست، هكلمكم عنها قدام باذن الله. يعني كذا سيرفر بنده عليهم كلهم بنفس الاي بي، واحد وقع غيره بيخدم عادي. تمام، فليهم اي بي فيرجن 4 وليهم اي بي فيرجن 6. طب بصوا كده بي سي دي واو اي، يا دي النيله مفيش فيرجن 4 ولا ايه؟ ياه قفشنا واحد فيرجن 4 اخيرا. تمام، جي عشان الناس اللي بتقول ده اي بي فيرجن 6 لسه ما اشتغلش مين ده، الباك بون دلوقتي اغلبه فيرجن 6. شايفين المنظر عامل ازاي؟ تمام، تعالوا نشوف كده مثلا مصر فيها ولا لا. فيها على فكره، بتضحكوا ليه؟ لو جينا كده على مصر فيها اهو اي بي ايه فيرجن 6 دي اتش سي بي فيرجن 6. حلو، اه ما شاء الله. تمام، والله احرقهم عندهم فيرجن 6 هم كده. ثلاثة لا مش عارفة، ما خدت السادة، ما ركزتش في الرقم ده قبل كده. هشوف كده الرقم ده عبارة عن ايه واقول لكم. حاضر، هنا كيف اللي هو بتاع ثلاثة؟ I'm not sure بقى، معرفش بتاع مين بالظبط. هو القاهرة بس مش جايب عنده معلومات اكتر من كده. بس عموما عايزه اقول لك على حاجه، يعني واحد من الطلبه بتاعي اصلا من 3 ايام كده لقيته بعت لي رساله على الفيس بيقول لي بتفرج لك دلوقتي على فيديو على اي بي فيرجن 6. تمام، فانت بتقولي فيرجن 6 ان احنا لسه مش شغلناش بيه في مصر، احنا هنا في مايكروسوفت شغالين. هو شغال بسم الله ما شاء الله دلوقتي في مايكروسوفت. ايه؟ ايوه اسلام. تمام،
شغال في مايكروسوفت دلوقتي، بيقول لي احنا شغالين هنا في مايكروسوفت فيرجن 6. قلت له يلا قديم يلا، ما خلاص زمان اكيد الدنيا اتغيرت، فيديو قديم خلاص بح. فلا الكوميونتي بتاعت فيرجن 6 بتزيد كل يوم والتاني، وعشان كده لازم ندوس في الكورس بتاعنا كويس قوي على فيرجن 6. اي بي فيرجن 6 از كومينج، معنى كده انه هيقضي على بي فيرجن 4؟ لا، قدام على نهايه الكورس باذن الله لو ذاكرنا مع بعض كويس هوصلكم لمرحله ان انتوا هتخلوا اي بي فيرجن 4 يتنقل على اي بي فيرجن 6 عادي جدا. حتى ساعتها انا مش هعملها، انتوا هتقولوا لا لا مش مهم هناخدها تاسك، هتبقى حاجه تافهه كمان ان شاء الله في اخر الكورس خالص ان شاء الله. ها حد وقع مني كده في الدي ان اس؟ اخر هنت بقى عشان يبقى خلصناه، الدي ان اس شغال على بورت كام؟ 53 تي سي بي ولا يو جي بي؟ الاثنين. بمعنى الكلاينت لو طلب المعلومه من دي ان اس بيطلبها يو دي بي، لو الدي ان اس ما عندوش المعلومه وطلبها من دي ان اس تاني بيطلبها تي سي بي. بالظبط، لو من الكلاينت للدي ان اس بيطلبها يو دي بي تاني. مش انا دلوقتي عندي الكلاينت ممكن يطلب المعلومه من دي ان اس بيطلبها ايه؟ يو دي بي. الدي ان اس ذات نفسه لو مش عنده المعلومه بيطلبها من واحد تاني، يطلبها تي سي بي. ها وضحت كده؟ البروتوكول اللي بعديه الصمبا. هخلص بس الاثنين دول وناخد بريك، هخلص الاثنين دول بس. الاس ام بي. ها طب قول بسرعه بقى. هو مش هاخد بس، بس كان في حاجه كده اللي هي الثلاث اللي هو الستاف والبرايمري. كنت عايز افهم بس الفرق بينهم مختصر. طب حاضر يعني. اول ما تخلصي مش مشكله. تقصد البرايمري والسكندري والستاف؟ ايوه بالظبط. حاضر ماشي تمام، بس عشان بس ما نلخبطش الناس عشان ده شغل مايكروسوفت صرف يعني. اوكي ايه بقى بروتوكول الصمبا او الاس ام بي؟ قال لك ده بروتوكول الشيرنج على الاجهزه. بروتوكول ايه؟ بمعنى لما انا دخلت المره اللي فاتت من شير من جهاز للتاني، سطبت حاجه؟ عملت اي حاجه؟ انا شيرت بس، لان اساسا كده كده الاجهزه كلها نازل عليها السوفت وير بتاع التي سي بي اوفر اي بي. التي سي بي اوفر اي بي ايه؟ ده. واحنا قلنا ان التي سي بي اوفر اي بي ده عباره عن سويت اوف بروتوكولز، مجموعه كبيره من البروتوكولات تمام؟ من ضمنهم بروتوكول الصمبا تمام؟ فلو انا جيت هنا دلوقتي جيت على الجهاز الاولاني ده، هفترض ان ده ويندوز، الويندوز اساسا شغال بروتوكول الشير عليه صمبا، على عكس مثلا اللينكس. اللينكس بروتوكول الشير الديفولت عليه ان اف اس، بروتوكول الشير الديفولت ايه؟ نتورك فايل شيرنج تمام؟ او نتورك فايل سيرفيس تمام؟ يبقى ايه رايكم؟ الديفولت هينفع ان انا اشير داتا ما بين جهاز الويندوز واللينكس؟ لا، ده بيتكلم لغه وده بيتكلم لغه ثانيه خالص، مش هيتعاملوا مع بعض صح؟ طب اتصرف ازاي؟ قال لك حاجه من الاثنين، يا اما تيجي على المكنه بتاعه الويندوز تسطب عليها ال ان اف اس وتخلي الاثنين يتعاملوا بال ان اف اس. طب ازاي؟ لو جيت دلوقتي هنا كده على كنترول بانل وجيت على بروجرامز اند فيتشرز، ترن فيتشرز اون اور اوف، لو نزلت تحت الاقي سيرفيسز فور ان اف اس، احط علامه الصح هنا بس واقدر ساعتها اشير داتا ما بين الاثنين تمام. الطريقه الثانيه واللي انا بفضلها ان انا اجي على المكنه بتاعه اللينكس واسطب عليها بروتوكول الاس ام بي واخلي الاثنين يتعاملوا بالاس ام بي بالصمبا. ده اللي انا بفضله. ليه بقى؟ لان بروتوكول الصمبا بصراحه انا شايفاه اقوى في حاجات كتير. ابسط حاجه انا باوثنتيكيت اليوزر، بمعنى انا ممكن اقول جاسر يقدر يدخل على الجهاز بتاعي لكن اي حد تاني لا. جاسر يقدر يدخل شير على الفولدر ريد اونلي، عبد الرحمن يجي يدخل ريد ورايت تمام. لكن ال ان اف اس انا مش باوثنتيكيت اليوزر، انا باوثنتيكيت السيرفر ككل او الجهاز ككل، يعني الجهاز اللي قدامي ده هدخله عليا ريد اونلي، مين اللي قاعد عليه مش فارق معايا، ايا كان اليوزر اللي قاعد عليه كلهم داخلين ريد اونلي. لكن في الصمبا جاسر دخل يقدر ان هو يشوف الداتا ريد اونلي، يطلع عمل لوج اوت، عبد الرحمن دخل مكانه يشوف الداتا ريد رايت. عشان كده انا بفضل بروتوكول مين؟ الصمبا. ها واضحه كده؟ طيب اللي بعديه اخر بروتوكول بقى معانا في الليسته دي اللي هو بير تو بير.
بير تو بير، وما اقصدش بير تو بير اللي بدانا بيها المره اللي فاتت اللي هو الند للند والكلام ده، امال ده المقصود بيه ايه؟ ده بروتوكول وظيفته برضو فايل شيرنج. تسمعوا عن الداونلود بالتورنت؟ طبعا. طيب ايه حوار بقى التورنت ده؟ نفتكر كده الاول مع بعض ال FTP. صح، عملت داونلود بالتورنت قبل كده؟ سمعت عنه؟ طيب افترض دلوقتي ان السيرفر اللي قدامي ده FTP سيرفر، تمام، وعندي مجموعه من الاجهزه اليوزرز، ادي جهاز A، جهاز B، جهاز C، عايزين ان هم يسحبوا داتا من السيرفر ده، تمام. الجهاز الاولاني هيروح للفايل سيرفر، الثاني يروح للفايل سيرفر، الثالث، الرابع، الالف، الالفين، كل دول بيعملوا لود على السيرفر، كل دول بيعملوا لود على الباند ويث بتاع الكارت، صح؟ فبدا واحد يفكر يقول طب وليه انا اعمل لود على سيرفر واحد بس؟ ففكر ان الداتا تتحط على تورنت سيرفر. الداتا تتحط على ايه؟ تورنت سيرفر. حد رفع الداتا على تورنت سيرفر، ده داتا مثلا حجمها 10 جيج، وهو بيرفعها بيحدد ان الداتا دي هتتقطع لملفات صغيره كتير قوي، كل واحد كل ملف منهم 1 ميج 1 ميج 1 ميج، ملفات صغيره. يجي اليوزر الاولاني يعمل داونلود، يبدا يعمل داونلود لمين؟ شويه من الداتا دول. يجي اليوزر رقم بي يعمل داونلود لشويه كمان، مش جهاز ايه كان نازل شويه يروح ياخد منه هو كمان، وده يبدا ياخد منه هو كمان، ما هو ده كمان نازل شويه. يجي اليوزر رقم سي يعمل داونلود من هنا ومن هنا ومن ده، وده ياخد منه وده ياخد منه، بناخد من بعض بالظبط، شير بير تو بير. عشان كده ملف التورنت لما تيجي تنزله اهم حاجه بنهتم بيها عدد البيرز قد ايه، لان كل ما عدد البيرز زادت الداونلود هيبقى اسرع، بس برضو ليك ليميت في الاخر. يعني لو انت شاري مثلا سرعه 2 ميج هتعمل داونلود ب 240، ده كبيرك، تمام. لكن لو عدد البيرز قليل كل ما يقل هتلاقي نفسك تعمل داونلود بسرعه 10 20 كيلو 30 كيلو على حسب عدد البيرز. كل ما عدد البيرز زادوا كل ما السرعه هتعلى، تمام. وعشان كده لما بتيجي تعمل داونلود بتلاقي فيه سرعتين، سرعه داونلود وسرعه ابلود، لان زي ما انت بتاخد من الناس بالظبط، تمام، هما كمان بياخدوا منها. تعالوا ناخد اكزامبل كده. انا لا مش، طب هقول لك هعمل ايه دلوقتي، ماشي. لا مش حوار بروسيسور، يعني برضو الابلود مش قوي كده يعني، تمام، خصوصا ان هنا في الدي اس ال انت سرعه الابلود بتبقى الربح، تمام. المهم تاني، لما اكون عايزه اعمل داونلود لملفات حجمها كبير، زي مثلا ملفات حجمها 30 جيج، تمام، فوانا بسيرش في جوجل بسيرش على اسم الملف اللي انا عايزاه مسافه تورنت، بينزل لي ملف حجمه صغير جدا مثلا 10 كيلو 15 كيلو، حاجه تافهه قوي. بستخدم بقى برامج عشان تبدا ان هي تكونكت على الملف ده، زي يوتورنت، كذا، اميول، بيتورنت، ايدونكي، اي برنامج من البرامج دي، تمام. انا عن نفسي بفضل برنامج اليوتورنت، برنامج دبل كليك عليه، تمام. ده تقريبا انا شفت كنت دلبت الملف بتاعه، ما علينا. المهم تاني، ده ملف اهو كنت بعمله داونلود بايه؟ بالتورنت، تمام. انا حتى مش فاكره مساره فين، او تقريبا كنت عملت له اوبن على طول. المهم لو جيت ابص هنا على التور على البيرز كده، ربنا يكرمه كده، بدا يصر، يلا يا لمكس، ها بدا يصر بيرز، كل ما عدد البيرز اللي هنا زادوا كل ما السرعه بتاعتي بتزيد، تمام. وده المفروض ان الجزء ده بيتقطع لبيسز، طبعا هو عشان انا خلصت الداونلود بتاعه ده مثلا مش هيقدر يكونكت. المهم ان انا بلاقي هنا ملفات كده بيبدا يعمل لها داونلود، خمسه سته مترتبين كده فوق بعض، يخلص الاولاني يدخل في الثاني، وكل واحد حجمه قد ايه؟ ميجا 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 مثلا، ثواني ثواني، تمام. لو دخلت هنا على فايلز مثلا، ده فعلا الكونتنت بتاع الملف، دي مش الحتت الصغيره، لا ده فعلا الكونتنت بتاع الملف ده. لو انا قلت له انفورميشن مثلا، ده كان عباره عن كام بيس؟ 554، وحجم كل واحده 4 ميجا، فكان بيظهر لنا بقى مثلا 4 5 كده، كل واحده حجمها 4، اللي يخلصها تختفي يظهر غيرها، اللي يخلصها تختفي يظهر غيرها، تمام. وبلاقي ساعتها سرعتين تحت، سرعه داونلود وسرعه
ابلود، لان زي ما قلت لكم انا زي ما بعمل داونلود من الناس هم كمان بيعملوا مني ابلود. تمام، تعمل ايه بقى يا جاسر؟ كليك يمين بروبرتيز. تصدق فعلا انت مخلي سرعه الابلود كام؟ 1 كيلو. يبقى انت بتسحب منهم داونلود بسرعات عاليه لكن مخلي سرعه الابلود من جهازك انت 1، وبسبب الحركه الواطيه دي. تمام، كان في موقع مشهور جدا جدا اصلا مش فاكره اسمه، كان اي حاجه تورنت بتخطر في بالي ادخل عليه الاقيه. جه في مره كده قفل على مصر بس. ما هي الفكره في التورنت اصلا ان احنا اصلا شير، احنا المصريين ناس اصيله. كليك يمين ايه؟ سرعه الابلود ايه؟ تمام. طب انا خلصت، خلصت ايه اللي يخلي ده هنا؟ كليك يمين اكزت. يلا يا باشا مع السلامه، لا تقرفونا كده، انا قفلت البورت بتاع التورنت، يبقى كده مش هيقدروا يسحبوا حاجه من جهازي. تمام، من اخطر البرامج اللي انت ممكن تستخدمها، وعشان كده كل الشركات المحترمه بتقفل التورنت. ليه بقى؟ انا دلوقتي داخله على الاجهزه فين؟ انا ما اعرفش هم مين، ناس بيرس الله اعلم هم مين. مش جايز يكون في جهاز فيهم فيروس صح يبهدلني انا؟ بيستخدموا برضه في البيتكوين. في البيتكوين؟ ماشي اوكي. تمام؟ بتستخدموا يعني ايه في البيتكوين؟ مش فاهم. ايوه بستخدم، عرفت ان هم بيستخدموا الموقع نفسه بيستخدم جهازي في البيتكوين. لا، هي في مواقع واطيه كده شويه. تمام؟ بيبداوا ان هم يستخدموا البروسيسور بتاعك في التعدين. زي ثانيه واحده وقت الفيديو. الموقع ده، الموقع ده كان فعلا كانت فضيحه حتى هنا في مصر. الموقع ده اساسا اي حد كان بيدخل عليه يكتشف فعلا ان البروسيسنج بتاع الجهاز زاد قوي. اتاريهم كانوا بيستخدموا البروسيسور بتاع اي حد بيدخل عليهم عشان يعدنوا عليه. تمام. تمام. المهم تاني كنت عايزه اقول ايه، كل الشركات المحترمه بقى بتقفل البورت بتاع مين؟ التورنت. طب هو شغال على بورت كام؟ لا مش حاجه ثابته، مش حاجه ثابته. يعني لو جيت اشوف البرنامج ده مثلا إنكس. لو جيت هنا تحت اوبشنز انت خالص، لو جيت هنا دلوقتي تحت فايل او اوبشنز بريفرنس، تحت في كونكشنز شغال على بورت راندوم، فحتى لو قفلوه بالبورت هغيره. عشان كده بيستخدموا فاير وولز محترمه بتعمل انسبكشن لقلب الداتا، فحص لقلب الداتا. عشان ما هو ممكن يحط لي هنا مثلا بورت 80 وكل الفاير وولز بتفتح بورت 80، لا الفاير وول هيفضل يعمل انسبكشن فحص كده لغايه ما يوصل للابلكيشن لاير، الصندوق بتاع الابلكيشن لاير يكسره كده ويبص ايه ده، انت تورنت ولا ايه؟ ولا ده عاديه؟ ده انت بتستهبلي. فاكرين لما كنت قلت لكم ما عنديش طريقه ثابته كده اقفل بيها بورت او افتح بيها بورت؟ اهو كل بروتوكول ليه طريقته، كل بروتوكول ايه؟ ليه طريقته. حد عنده اي اسئله في الجزء ده؟ بعيد عن اسمك؟ تمام.